لا يمكن أبدا أن يسلم البحرانيون رمزهم الكبير، لا يمكن أن يسلموا تاريخهم، لا يمكن أن يسلموا مستقبلهم لسلاطين الجاهلية. البحرين تقف اليوم أمام منعطف خطير في تاريخها سيحدد مستقبل الأجيال القادمة في البلاد. هذا ما حذر منه المشاركون في الوقفة التضامنية مع آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم التي استضافتها مؤسسة دار الحكمة في لندن. الوقفة التي شارك فيها جمع من الناشطين البحرانيين أكدوا خلالها على أن النظام الحاكم في البحرين لن يحصد من استهداف آية الله قاسم سوى الخيبة والخسران. كما فشل النظام الخليفي خلال 7 سنوات الماضية عندما غيب الرموز القادة رموز الثورة أستاذ عبد الوهاب وأستاذ حسن، فإن النظام أيضا سوف يفشل هذه المرة عندما يسعى في مسعى في تغيير سماحة الشيخ عيسى قاسم. استمرت الثورة 7 سنوات وفشل النظام في الاستفراد بها وقمعها وحرف اتجاهها كما فعلت الأنظمة الاستبدادية في المنطقة ضد ثورات الربيع العربي. أيضا سوف يهزم النظام في مسعاه الجديد. المشاركون دعوا الجماهير البحرانية الصابرة في الداخل والخارج إلى وقفة تاريخية لتفويت الفرصة على النظام لتمرير مخططاته الإجرامية. يا شعب التضحيات، يا شعب الإباء الذي كنت ولا زلت تسطر آيات من التضحيات عبر تقديم سيلا من الشهداء، اليوم يوم ملحمة، اليوم يوم مصير ينبغي أن تكون متواجدا في الساحات. وكما ذكروا أصحاب السماحة العلماء في بيانهم أن يكون هناك نفير عام ليلة الأحد، ينبغي أن يكون الجميع متواجدا في الساحات، مؤكدين على أن استهداف آية الله قاسم لا يزيد الشعب إلا إصرارا وعزيمة على التحرر من نير العصابة الخليفية الطاغية. نحن نراهن على صمود شعبنا وثوارنا في الداخل وعلى عدالة قضيتنا، ونحن متيقنون ومتأكدون أن الحق معنا وأن شيخ سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم منتصر، سواء ألحقه الأداء أم تورع الخليفيون عن استهدافه. إنهم باستهداف آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم يجمعون كلمة البحرانيين على إسقاطهم، بل على الإصرار على إسقاطهم. محاكمة آية الله قاسم هي محاكمة للشعب الثائر ولكل حر منتفض بوجه الظالمين من أجل حقوقه المشروعة، ولا يكون النصر في نهاية المطاف إلا حليفا للأحرار، حتى وإن سالت دماؤهم أو سجنوا أو اعتقلوا. محاكمة ستطيح بعرش الخليفيين المهترئ، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. خطاب محمد بن سلمان قبل ليلتين في العربية يوضح النوايا، خطاب الجبير أمس يوضح النوايا، بأن الجماعة جايين إلى مواجهة يبغون يطحنون فيها الكل، ويبغون يبدؤون في البحرين.